هاي الجراند شيروكي اوفرلاند فئة الخمسة راكب موديل 2023، سيارة مليانة فخامة ومواصفات تقنية. السيارة متوفرة عند وكلاء جيف في العراق شركة هارل من الوكالات التجارية بمعرضهم في مدينة اربيل على شارع جولان قرب غرفة تجارة اربيل، وهذا سعر السيارة بوقت نشر الفيديو 82 مليون 900 الف دينار عراقي. هذا السعر بدون لوحات، والسيارة عليها ضمان لمدة 3 سنوات او 60 الف كيلومتر. اول شيء السيارة تأتي بإضاءة LED كاملة امامية وخلفية، عندك LED نهاري واضاءة اساسية LED وبروجيكتور LED، وكذلك عندك تطعيمات بالكروم موجودة على الواجهة الامامية. وهاي فئة الاوفرلاند بها شناقل سحب، حتى شناقل السحب جاي بالكروم. والسيارة عليها 6 كاميرات، 4 كاميرات للرؤية المحيطية وكاميرا لمراية الرؤية الخلفية وكاميرا انفراريد للرؤية الليلية. طبعا الكاميرات الامامية والخلفية بها زراق ماي حتى ينظفها في حال دخلت اوف رود والكاميرا توسخت. محرك السيارة 6 سلندر على شكل حرف V بنتا ستار، ينطي قوة حصانية 293 حصان وعزم دوران 352 نيوتن متر. هذا المحرك مربوط على جير اوتوماتيك زد اف من 8 سرعات. نظام الدفع بالسيارة الدفع بالعجلات الأربعة. السيارة يجي عليها نظام دفع متطور من شركة جيب اسمه كوادرا تراك 2. السيارة يجي عليها نظام تعليق هوائي كوادرا ليفت. هذا النظام به خاصية الادابتيف دامبن، يقدر يغير من ارتفاع السيارة بمقدار 4 انش، فينطيك أحسن أداء للقيادة بالطرق الوعرة وأحسن ثبات للقيادة على الطرق المعبدة. السيارة جاء عليها ويل ألمنيوم حجم 20 إنش، وعندك هنا الإضاءة الجانبية المشهورة بها السيارات الأمريكية بشكل حلو مع رفليكتر أو فسفورة. عندك أيضا دوسات موجودة وبها تطعيمات بالألمنيوم وبصمة الجراند شيروكي، والمراية الجانبية جاية أيضا بلون السيارة باللون الأسود بها إشارة LED، وكذلك بها كاميرا من أصل 4 كاميرات وتطعيمات بالكروم، وتطعيمات الكروم ممتدة على حواف جامات مال السيارة، وكذلك عندك موجودة على أيضا مقابض الأبواب. طبعا السيارة دخول ذكي على الأبواب 4، وباب الصندوق أيضا راح يكون عندنا دخول ذكي من خلال تمرير القدم. وعندنا هنا بالجامة الأخيرة لمسات جيب الحلوة، هاي أجيال جيب الجراند شيروكي كلها مطبوعة على الجامة الأخيرة. السيارة يتوفر عليها روف راكس أو سشش مال سقف وزعنفة الكرش كأريال وسقف بانورامي، وعندنا هنا الجلح الخلفي جاي بي إضاءة بريك تحذيرية، وهاي الكاميرا بديلة مرآة الرؤية الخلفية وبها زراق مي، وعندنا هنا للجوة إضاءة خلفية LED بالكامل مع كذلك بروجكترات LED وإضاءة باك LED، وكذلك عندنا بصمة الأوفرلاند موجودة والكاميرا الأخرى أيضا للرؤية الخلفية من أصل 4 كاميرات، وكذلك عندنا تطعيمات بالكروم موجودة على الدعامية الخلفية وفتحات آدم مزدوجة حقيقية مطعمة بالكروم، بصمة الفور باي فور، وكذلك هنا بصمة الوكيل شركة هارم من الوكالات التجارية. وهاي سعة الصندوق الخلفي، شوف شو قد كبير الصندوق ما شاء الله، خاصة هاي السيارة 5 راكب، فعندك مساحات عملاقة للتخزين، وعندك أيضا بردة تغطي الغراض، وهذه سماعة من أصل 9 سماعات موجودة بالسيارة من نظام ألبان ينطي 506 واط. من اللمسات التصميمية الحلوة من جيب إنه طابعين صورة الجيب ويليز على جامعة الصندوق اللي من جهة السائق، وهاي الجامعة أيضا تتميز إنه بيها خطوط الهيتر، بينما جامعة جهة الراكب ما بيها خطوط الهيتر، ليش يا ترى؟ اكتبوا لي في خانة التعليقات. شوف كابينة السيارة، وهنا لمسة الفخامة أيضا عالية من خلال جودة مواد التغليف، كلها مواد ناعمة، تخشيب حقيقي، ترايش بالبرشت ألمنيوم، حتى حواف السماعات جاي بها ترايش بالكروم، وعندنا بردات للأبواب الخلفية يدوية، والكراسي اللون الجاي عليها الجلد كلش حلو، وهذا جلد نابا طبعا بجودة عالية، والكراسي الخلفية تدفئة وبها منافذ ايزوفكس لتثبيت كراسي الأطفال، ومسند بالنص بحامل أكواب. وهنا أيضا نشوف السيطرة على المكيف، مكيف هذه السيارة 4 مناخات لكل راكب مناخ واحد، هنا السيطرة على المناخات الخلفية المكيف، واكو فتحات المكيف، ولي جوا عندنا فتحات USB Type-C و USB عادي، ومنفذ كهرباء ايضا متوفر 150 واط. كرسي السائق طبعا هنا ايضا الفخامة فول ما شاء الله، عندنا جودة تغليف ممتازة ومواد كلها بريميوم وفاخرة. عندنا كرسي السائق تقدر تغير وضعيته ب 12 وضعية، مسيطر عليه كهربائيا بالكامل، وعندك ذاكرتين خزن، وحتى مساج متوفر على الكراسي الأمامية، كذلك مناطق الخزن كبيرة متوفرة عندنا. هنا سيطرة على جامات السيارة، والمراية الجانبية أيضا تأتي سيطرة كهربائية بالكامل مع خاصية الطي الكهربائي، ويتوفر عليها رادار مراقبة النقل العمياء، وكذلك هيتر. كذلك عندنا هنا السيطرة على كرسي السائق حتى يتوفر عندك الثاي اكستنشن أو مسند الفخذ على كرسي السائق. طبعا وضعيات الذاكرة مال كرسي السائق يشمل الكرسي زائدا وضعية الستيرن لأن السيطرة عليه أيضا كهربائيا، زائدا وضعية الجامات الجانبية أو المراية الجانبية أيضا تقدر تحفظها في الذاكرة حتى يناسب مستوى نظرك. طبعا السيارة يتوفر عليها 4 شاشات، شاشة 10.25 أمام السائق كذا شاشة داشبورد، وشاشة 10.1 للترفيه، وكذلك شاشة هيد اب ديسبلاي أو داتا شو، وكذلك شاشة أخرى موجودة للراكب الأمامي.
ستيرن السيارة فخم بتغليف بالجلد كامل، وكذلك التطعيمات بالبرشت ألمنيوم بالبيانو بلاك، وتخشيب أيضا موجود عليها، بصمة جيب، وعندك شفتات وراء الستيرن لتغيير السرعة، وكذلك أزرار وراء الستيرن للسيطرة على الميديا أو الراديو، ومن هنا السيطرة على شاشة المعلومات أمام السائق، ومن هنا السيطرة على مثبت السرعة التفاعلي، وكذلك الرادار الأمامي. طبعا السيارة تأتي بمستوى ممتاز من أنظمة الأمان، بها إيرباغات أمامية للسائق والراكب الأمامي، مع إيرباغ لركبة السائق، مع إيرباغات جانبية بالمقاعد الأمامية، وإيرباغات كيرتن جانبية أيضا موجودة، بالإضافة إلى كاميرا الرؤية المحيطية 360 درجة، وكاميرا أخرى تساعد مراية الرؤية الخلفية، وكذلك حساسات أمامية وخلفية، وكذلك الرادار الأمامي وبريك الطوارئ اللي يجي مع مثبت السرعة المتكيف، وكذلك رادارات جانبية للنقط العمياء مع التحذير من المرور الخلفي، وكذلك أنظمة الثبات الإلكتروني من الاي بي اس والاي بي دي والبريكن اسيست ونظام المساعدة على النزول من الانحدارات، وكذلك عندك أيضا نظام مراقبة ضغط الإطارات التي بي ام اس. أما من حيث التقنيات والفخامة، أول شيء السيارة أربع جامات للأبواب كلها مدبلة، يعني بها عزل صوتي ممتاز. شوفوا هنا هاي جامة الباب الأمامية مدبل، والأبواب الخلفية أيضا جاماتها مدبلة، وكذلك شاشة المعلومات اللي بالنص 10.1 إنش بها مجموعة من المزايا، مثلا عندك نظام خرائط من المصنع ونظام فعال، يعني مثلا السيارة بها بنزين قليل يعطيني تحذير، يقول عندك بنزين قليل، تريد أعرض لك المحطات القريبة دوس يس، عرض لي شكو محطات بنزين قريبة عليها حتى أروح أفول بنزين. وهذا النظام أيضا تقدر تعرضه على شاشة الأمام السائق، مثلا هسه راح يقرأ الخريطة، طلعت الخريطة هاي الشاشة، بالإضافة إلى عرض الخرائط تعرض لك هواية معلومات من أنظمة مساعدة السائق، وكذلك قراءة علامات الطريق ورسائل تحذيرية، وكذلك كمبيوتر الرحلات. هنا نشوف هاي كاميرا الرؤية الليلية، وكذلك هنا نظام المساعدة على الطريق بها الدرايفر أسيست أو نظام مساعد القيادة، اللي يشمل نظام حفظ المسار، زائدا مثبت السرعة المتكيف، زائدا بريك الطوارئ، كلها يتم السيطرة عليها من خلال هذا الزر. أما شاشة الترفيه أيضا تسيطر على وظائف الترفيه والخرائط، بالإضافة إلى وظائف الفخامة الموجودة بالسيارة، مثلا نجي هنا نشوف الكومفورت شو يوفر لنا، هنا سيطر على المكيف، تقدر تسيطر على المكيف، والشغلة الحلوة بجيب مو فقط معتمدين على الشاشة، وإنما هنا أيضا موفري لك أزرار حقيقية للسيطرة على الشاشة والميديا أيضا، وكذلك المكيف. هنا مثلا هذه المساج، وظائف المساج موجودة على الكراسي الأمامية، من هنا تقدر تشغل مساج، وهاي الأنماط مال المساج، وهذا الكرسي الأمامي للراكب الأمامي، بالإضافة طبعا الكراسي الأمامية أيضا متوفر عليها تدفئة وتبريد، وكذلك تدفئة مقود السائق، وهنا الميديا، وهنا زر الهوم، وهنا الموبايل، طبعا السيارة تقدر عليه تربط عليه موبايل ونظام الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي، ومنها السيطرة على وظائف السيارة أيضا، كذلك الكاميرات الموجودة على السيارة، مثل هاي كاميرا الرؤية الأمامية، في حال إذا كانت وسخة تقدر تغسلها من خلال الزراق اللي ما يشوفه. طبعا السراوند كاميرا، يعني الكاميرا الرؤية المحيطية أيضا تقدر تعرضها منها وتغير زوايا العرض كلها. وبهالمنطقة عندنا منافذ HDMI، منفذ ال HDMI هذه تفيد للشاشة اللي تجي يم الراكب، طبعا الشاشة اللي تجي أمام الراكب الأمامي ما تبين من يم السائق حتى لا تأثر على تركيز أثناء القيادة، لكنه تقدر شغله من خلال هذا الزر، تبين أمام الراكب، تقدر تربط عليه منفذ HDMI، تقدر تشغل مثلا DVD عليها أو حتى PlayStation تقدر تشغل عليه، ومنها يشتغل على الشاشة والراكب الأمامي يستمتع. طبعا الأزرار هاي أيضا بها الحساسات الأمامية تقدر تطفيها وتشغلها، زر الفلاشر، عندك التراكشن كنترول منها تطفي، وكذلك نظام حفظ المسار، وكذلك نظام التشغيل والإطفاء الذكي. مقبض الجير جاي بنظام الشيفت باي واير، جاي على شكل بكرة بشكل أنيق وفخم، ومن هنا عندنا أنماط القيادة، من هنا من هذه العتلة تقدر تغير، وكذلك هنا عندنا ارتفاع السيارة أيضا تقدر تغيره بها، حتى نمط الارتفاع المنخفض هاي تقدر تحطه على أقل شيء حتى يسهل عملية الدخول والخروج للسيارة خاصة لكبار السن. ومن هنا عندنا النظام الدفعي يتوفر عليه لو رينج جير، يعني نظام الدبل الثقيل أيضا موجود، ونظام مساعد على نزول المنحدرات، وبهالمنطقة أيضا موجودة حامل أكواب، وكذلك السيارة يتوفر عليها كمزايا فخامة إضاءة محيطية، وهنا عندك الإضاءة مال السقف راح تكون LED بالكامل، والشمسيات راح يجي بها مراية للراكب الأمامي وللسائق، وكذلك الشمسية نفسها راح تكون سلايد، وعندك طبعا السقف البانورامي. متابعينا الأعزاء، لهنا أنا وصلت لنهاية الفيديو ونظرتي عن الجيب الجراند شيروكي أوفرلاند موديل 2023 فئة الخمس راكب. إذا عجبك الفيديو لا تنساني باللايك والشير، وإذا ما مشترك بالقناة اشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.